معانا ام زياد، تتفضل. ام زياد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا دلوقتي حصلت مشكلة بيني وبين اخويا الصغير، وهو شتم وقل ادبه وسب دين، وكان الموضوع كبير يعني. ودلوقتي امي وابويا ما نصفونيش، يعني ما جابوليش حق. وفي نفس الوقت بابا بعت رسالة حدش يجي لي البيت. فانا دلوقتي مش عايز اروح هناك تاني. بعت رسالة ايه؟ يعني حدش يجي البيت، يعني ما حدش يجي البيت منكم انتوا الاثنين؟ لا لا، انا واخواتي البنات، عشان احنا قاعدين بره وهو قاعد معاه في البيت. طيب يعني هو زعلان منكم انتوا البنات، وهو واخوكم دوت قاعد معاه في البيت. وده الاخ الاصغر؟ وده الاخ الاصغر؟ ايوه ايوه الصغير. طيب بس هو كلمه قله الادب يعني بصراحه، يعني ما تقريبا ما تخلي بقى ما تخلي بالك ان احنا على هوا. انا بس عايز اوصف لحضرتك، عايز اقول لك كده، يعني بقول لك كده ليه، يعني بقول لك سب الدين، يعني انت متخيل كلمه سب الدين؟ ما انا عارف ان انت قلتيها عشان انا اسمعها، ما سمعتها خلاص يا ام زياد. بس انا عايز اقول لك حاجه، بس دايما وانت في اي حاجه زعلانه فيها خلي باب كده خلي باب كده والله خليك ببان كتير جدا. طب اسالي يعني اساليني عشان الوقت اساليني. طيب هو رسالة قال ما حدش يجي، وانا بصراحه مش عايزه اروح، يعني طيب. ينفع ان انا ما اروحش هناك تاني عندهم، ولا دي هتبقى اسم كبير؟ انا كنت بره بيهم جدا. حاضر، هجاوبك على السؤال، ازاي تقدري تبريهم وهو بيقول لك ما تجيليش؟ هقول لحضرتك. طيب بصي يا ام زياد، هو لما يقول لك ما تجيليش هو عايز يقول ما تعملوش مشاكل مع اخوكم، روحي في الوقت اللي مش اخوكي موجود فيه، وبوسي ايد ابوكي وبوسي ايد امك وخليكي بره بيهم وخلاص. ده نصيحتي ليكي، اوعي تسمعي كلامهم ان هم مش عايزينكم، هم مش عايزين مشاكل، هم بيعتبروا ان انتوا لما بتتعدوا على اخوكم الصغير انتوا بتتهموهم ان هم بيفرقوا بينكم في المعامله. لا، هم عشان هم كبروا وشايفين اخوكم الصغير ده محتاج مزيد من الرعايه لانه بقى صغير، دي وجهه نظرهم. مش معنى وجهه نظرهم دي ان هي تمنعكم من ان انتوا تكونوا في قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لازم تصاحبيهم في الدنيا معروف، فلازم تحسني اليهم وتروحي تزوروهم، حتى لو قالك ما تزوروهمش روحي وخبطي على الباب، وانت بكده بتعملي اللي عليكي. ابوك وامك ما دعوكوش لحاجه، هو كل حكايه عايزكم تكونوا صالحين محبين لبعض، وده امر مشروع، فحاولي ترضيهم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك ليكم ويفضل الاخوه والمحبه بينكم. يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا على حاجة مهمة جدا جدا ما بين الزوجين، مفيش حاجة اسمها نموذج مثالي، لكن في حاجة اسمها توافق، وفي حاجة كمان اسمها مودة ورحمة، وفي حاجة اسمها نضوج بنكبر مع بعض فيه وبنزداد ثقة وبنزداد محبة. كل ما نتعاون مع بعض يخرج كل واحد فينا أحسن ما في التاني، ما يعلمش على أسوأ ما فيه، كل ما كل واحد فينا يخرج أحسن ما في التاني، هو دوت معنى المودة والرحمة. يا رب اجعلنا دايما في مددك وفي عونك وفي رعايتك يا رب، واجعلنا قادرين على ان احنا نجمل احبابنا بان احنا نخرج احسن ما فيهم، واجعلنا عون لهم على الشيطان وعونا لهم على انفسهم الاماره بالسوء، مش عونا للشيطان وانفسهم عشان يخرجوا اسوأ ما فيهم. يا رب اجعلنا من اجمل خلقك بان نخرج اجمل ما في خلقك يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين. اجعلنا دائما ممن يعبدونك بالجمال، يا جميل يا أكرم الأكرمين.